السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا بنكمل حديثنا عن موضوع الشبكات الخلوية. طبعا الشبكات الخلوية احنا حكينا انه يعني في عنا بيئة بنبنيها، بيئة افتراضية للشبكة الخلوية. ف مبدئيا طب خليني اشيل هذا اللي هو Voice over IP، ندخل على الموقع اللي بوفر لنا. يعني بنتكلموا انه الراوتر كراوتر هو عبارة عن يعني سوفت وير، يعني عبارة عن برنامج بغض النظر. فلو جيت هنا هذا عبارة عن برنامج بتنزله، لكن هو بالغالب بينزلوه على أجهزة اللينوكس. هو برنامج رائع على جهاز اللينوكس، بيحول جهازك البي سي لراوتر. طبعا بيعتمد على الكفاءة، هذا الراوتر بتعتمد على اللي هو يعني بيعتمد على مثلا البروسيسور اللي عندك، المعالج اللي عندك، بيعتمد على كم عندك مثلا رامات بالجهاز والى اخره من هاي المواضيع، يعني اللي هي بتهم اي جهاز عشان يكون له كفاءة عالية. طبعا فيه يعني هاي المحرك الرئيسي اللي بتحكم بالراوتينج انفورميشن بروتوكول اللي هو الريب والاو اس بي اف، بي جي بي، اي اس اي اس، وبايب ال دي. كمان هاي خاصة بالام بي ال اس، كمان بدعمها اللي هي ال دي بي، ليبل ديستريبيوشن بروتوكول. يعني هاب بس انت بتضيفه على على الجهاز تبعك. وفي برنامج كمان حكينا هوست اي بي دي، طبعا هو برنامج كمان. هذا البرنامج بعطيك يعني بيعطيك زي فريم وير اللي تقدر عن طريقه هاي الهوست اي بي دي. طبعا هو بدعم دبليو بي اي، دبليو بي اي 2 والايب والراديوس كل اشي. بس يعني هو بيكون جاهز، طبعا بدعم الار اس ان دبليو بي اي 2. ف هوست اي بي هون اتوقع، يعني مش مشكلة. المهم انه احنا يعني هاي شايف الانترفيس، بتعين شو الانترفيس اللي بده يستخدمه هاي البرمجية. فخلينا ننتقل ونتفرج على عليها مباشرة بما اني انا مجهز لكم اياها، ويعني حاليا على جهازي. طبعا هون احنا عنا جهاز، طبعا هذا الجهاز فيه فويس اوفر اي بي سيستم. احنا اتفقنا انه بدون فويس اوفر اي بي ما في داعي ان يعني نعمل شبكه. ايش الخدمات اللي نقدمها هاي الشبكه؟ لازم يكون في خدمه نقدمها يعني علشان الناس، علشان هيك الناس موجودين على شبكتنا، على النتورك تبعتنا. بس بدي ابدا اول شيء بتركيب يعني الاكسس بوينت، البيس ستيشن تبعنا. البيس ستيشن تبعنا بدك تحكي له apt-get-install-host-abd، يعني host access point هيك معناها، host access point daemon. بتحكي له طبعا انا منزلها، فبيحكي لي انه هو يعني احدث واحدة. طبعا بدي ادخل على المكان اللي بدي اعمل فيه الاعدادات تبعت الهوست abd. هون طبعا انا عامل كذا يعني نسخة من الاعدادات، لكن خلينا نلقي نظرة على يعني على الهوست اي بي دي. اول شيء شو هو الانترفيس؟ انترفيس اللي هو وايرلس لان زيرو. ليش؟ لان انا لو حكيت له اف كونفيج وايرلس لان زيرو، فانتو شايفين انا عندي الوايرلس لان عاملها كونفيجريشن. طبعا كيف بدي اعمل كونفيجريشن كمان؟ راح ادخل على الانترفيسز كونفيجريشن. هاي الكونفيجريشن يعني تبعت
تبعت الانترفيس. يعني هاي عندي وايرلس لان زيرو، معطيه انه اول شيء انه هو ستاتيك نوع، يعني مش دايناميك، مش دي اتش سي بي، يعني مثبت هذا الاي بي ادرس. الاي بي ادرس تبعه النتورك تبعه النت ماسك والبرودكاست، بس ها هو اللي انت بتحتاجه. ف هاي مبدئيا بتحدد الانترفيس، علشان لما تيجي هون وتحكي له وايرلس لان زيرو انترفيس بيعرف مباشره انه موجود عندك بالاعدادات. ايش هو الدرايفر؟ طبعا بالنسبه للوايرلس اللي هو 802.11، هذا هو الستاندرد، زي مثلا الستاندرد تبع السبانينج تري 802.1w و802.1d. وبالنسبة للمثلا للترانكينج 802.1q، فنفس الشيء هاي الوايرلس. في كمان عندي مثلا هنا انا محدد له انه مثلا الاس اس اي دي اللي بيشوفوها الناس كيف بشبكوا على شبكتي، لازم يكون في عندك اس اس اي دي، وهي الاس اس اي دي هي لاب 2. شو الهاردوير مود؟ مثلا عندي جي الباند تبع جي وبي وان، ان لل 5 ميجا هيرتز، بتبعث 5 ميجا هيرتز. انا هون عندي مختار شانل اللي ببث عليها السيجنال تبعت لاب 2. انا عندي ثلاثه كلير باندز، في عندي يعني خلينا نعمل هيك و 3 في عنا 3 clear bands، في عنا P وفي عنا G وفي عنا N. ال P هي القديمة، وال G اللي هي يعني أحدث منها، أغلب الأجهزة بتدعم G. يعني أحدث شيء اللي هي ال N اللي هي 5 gigahertz. طبعا بالنسبة لل G وال B اللي هم اللي هم 2.4 جيجا هرتز. طبعا هون عندك كمان اشياء خاصه بالبيكون، اللي هي كم مره برسل اشاره للناس اللي حواليها. احنا بنعرف انه برج الاتصالات برسل اشاره علشان يتاكد انك انت داخل تغطيته، علشان هيك بعرف لما تنتقل من برج لاخر يعني بتضلك موجود داخل الشبكة وبيعرف مكانك، برسل لك المكالمة بس تجيك مكالمة يعني من شخص آخر. دي تي اي ام بيريود، ما هذولا يعني أشياء خاصة يعني كثير سبيسيفيك، مش لكن على كل حال هون إذا بدي أعمل أكسبت بناء على للماك أدرس، يعني أنا بحدد ماك أدرس معين عشان أعمل له أكسبت لما يجي يحاول يتصل فيه، يعني مش بس بعتمد على الباسورد. أشياء يعني كمان إيش هي نوعية ال WPA؟ WPA 1 و 2 و 3، لكن يعني من هاي المواضيع. اخر شيء بعد ما طبعا انت اخر شيء طبعا انت بتعمل حفظ للملف تبعك اللي عملت فيه كل هاي الكونفيجريشن، بضل عندك انك تدخل على ديفولت على اللي هوست ABD، وهنا بتحدد المكان اللي حطيت فيه الكونفيجريشن. انت شفت قبل شوي انا دخلت على الهوست ABD، على الهوست ABD.com، فعملت الكونفيجريشن او عملت خزنت الملف اللي فيه الكونفيجريشن. وهيك انا يعني لو حكيت له BWD انت شايف هوست ABD، والاس انت شايف هنا يعني هوست ABD سلاش هوست ABD.conf. هيك بتكون انت خزنت كل هاي المواضيع. طيب الان بدك تعمل يعني التالي، نشوف كيف هون يعني لما يكون عندي مثلا شخص مش شابك، مش موجود عندي على الشبكة، تمام، بدي اياه يشبك. يعني انا بهمني كمان شو
يكون عندي اللي هي apt apt get install بدي DHCP server. لما واحد يشبك على الشبكة تبعتي لازم يأخذ IP علشان يقدر يتصل مع الناس الثانية، لازم يكون في إله عنوان على الشبكة. فعشان يصير عنده عنوان على الشبكة فأنا بدي أنزل software هو DHCP server. فا ISC DHCP server من Internet Security Consortium. طبعا هاد يعني بيزود الناس بال IPs بال يعني بالعناوين الموجودة على شبكتي. طيب في كمان يعني لازم انت تدخل وتعمل له اعدادات على شبكتك، يعني لازم تزوده بالعنوان. فمنا نعمل التالي، بعد ما نعمل له زي ما انت شفت عملنا له داونلود، بدك تدخل على /etc/isc على dhcp لانه هو dhcp سيرفر dhcp.conf. هون طبعا بتحدد ايش الاشياء اللي عندك. طبعا انا حاط دومين نيم سيرفرز، حاط اشياء كثير لكن هذا اللي هنا بهمنا. الوايرلس يعني لو عملنا كيو، لو حكينا له بلاش هون طيب اف كونفيج وايرلس لان زيرو، انتوا شايفين انه هي العنوان تبع الجيت واي او عنوان الوايرلس 172.16.2.1. فانا هون بدي ادخل على الهوست اي بي دي وانزل لهون، فهو 16.2.1. انا الرينج اللي بدي اعطيه للاي بيز الناس اللي بيجوا بيشبكوا عندي على البرج تبعي او البيس ستيشن اللي هو الوايرلس اكسس بوينت، فهم من 2.100 الرينج تبعهم ل 2.200، يعني 100 واحد بيقدروا يشبكوا على شبكتي. الديفولت راوتر هو الراوتر تبعي انا. طبعا هنا هاي يعني مش ضرورية، لكن هنا انت مثلا ايش دومين نيم سيرفرز، طبعا هنا بتقدر تضيف قد ما بدك، يعني بتقدر تغير الاولويات اوبشن براودكاست ادرس مثلا، يعني بتقدر كمان مثلا هون تضيف مثلا ل يعني انت مثلا في عندك دومين نيم سيرفر معين ببالك انت بتحب تشتغل عليه، مثلا انا بقدر احكي له هاي مثلا 8 4 4 لو 4 4 8 8 لا 8 8 4 4. فهي انا هيك عملت changes. اخر اشي بعمل له WQ. بعدين طبعا بدك تعمل للسيرفيس اللي هو السيرفر تبعك ريستارت، بس تعمل له ريستارت بيتم حفظ البيانات وبعثها. اللي بدي اورجيكم اياه الان لما يتصل شخص على الشبكة كيف بده ياخذ يعني كيف بده ياخذ اي بي ادرس. خلينا نلقي نظرة مع بعض على شخص بده يدخل على الشبكة، و خلينا نيجي على var على log على syslog. فخلينا الان نعمل هاي، في عندي جهاز هنا جهاز يتصل لاسلكي مع الشبكة تبعنا، فأنا على اللاب على اللاب مش هاي شايفين هاي أنا مثلا بعثت ال هون طبعا بحكي لي على الوايرلس لان زيرو هوست اي بي دي، في عندي هاي اللي اتصل فيها طبعا جروب كي تشين الار اس ان تمام اموره تمام، عندنا اوثنتيكيتد هاي اللي انت بدك تشوفها associated authenticate restarting session في عندي لا هون طبعا بلش DHCP request DHCP back ACK و DHCP request هون طبعا اخر يعني هاي اخذ ال هون هاي طبعا هذا ال DHCP تبع السيرفر. طبعا هذا اللي احنا بهمنا انه اخذ الاي بي ادرس 102، بس ها هو يعني الشيء المهم او الشيء الاساسي اللي احنا بدنا نشوفه. هيك بنكون جهزنا مبدئيا
الامور. المره الجاي راح نشوف كيف نعمل اللينوكس او كيف نعمل جهازك البي سي راوتر يصير. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.